معانا على التليفون سيادة النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب. أهلا 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 يا سيادة النائب. أهلا يا أستاذ يوسف، زميلي العزيز يا رب يخليك، ده شرف ليا. والإعلام الكبير الله يخلي نور حضرتك الدنيا. بنور حضرتك، سهران جامد لحد دلوقتي يا سيادة النائب. والله احنا لسه راجعين من الـ من 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 الشارع حاليا، يعني بعد المشهد الانتخابي الرائع، والمصريين اعلنوا موقفهم خلال 3 ايام انهم داعمين للدوله المصريه، وخلينا نكون اكثر صراحه، داعمين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب الحقيقه يعني انا راجع، في مواطنين كانوا بيحتفلوا في الشوارع بالعرس الديمقراطي اللي حصل، اللي الحقيقه يعني كلنا كده كمصريين كنا مراهنين عليه من يوم ما نزلنا الميادين بعد خطاب سيادة الرئيس في أحداث غزة. كلنا نزلنا الميادين وحسينا إن في انفراجة سياسية. فالحقيقة يعني المشهد كان رائع النهاردة وامبارح أول امبارح، وكانت بوادر الانتخابات باينة. وعلى فكرة أنا عايز أقول لسيادتك على حاجة، وسيادتك نايب معانا في البرلمان وليك صولات وجولات، إن النهاردة المصريين كتبوا يا أستاذ يوسف نقطة مهمة جدا. خلي بال حضرتك ان اقصى انتخابات رئاسية حصل فيها او خرج فيها المصريين كانت 51.8%، يعني تقريبا 52%. انا بقول لحضرتك من واقع طبعا القراءة للمشهد خلال ال3 ايام اللي فاتوا، مشهد احتشاد المصريين من المرأة والشباب وكل والكبار السن وكله كان موجود في الشارع. أنا بقول لحضرتك إحنا رايحين متجهين لنسبة تاريخية غير مسبوقة في جميع الاستحقاقات، مش الرئاسية فقط، الرئاسية والانتخابية والدستورية. هذا الاستحقاق هيدخل مصر في منطقة إن هي هتبقى من أهم 15 دولة في المنطقة ويمكن في العالم حصل فيها حشود انتخابيه بهذه الكثافه، وده على فكره رقم غير مسبوق. انا بقول لحضرتك انا ما اعرفش الهيئه الوطنيه للانتخابات هتقول ايه، ولكن من واقع القراءه امبارح ان 45% كان في منتصف اليوم ولسه كان فاضل حوالي 6-7 ساعات، واخد بال حضرتك. والنهارده بالكامل كان الحشود اكثر يوم انا تابعت، ويمكن انا النهارده نزلت ادليت بصوتي، كان اكثر كثافه انتخابيه كانت النهارده. فانا بقول لحضرتك احنا رايحين لحدث تاريخي مهم، ان المصريين طلعوا النهارده وامبارح واول امبارح عشان يقولوا كلمتهم، احنا مع الدوله. واحنا يعني قراءه يعني من علاء عابد اللي هو النائب في البرلمان والراجل اللي ليه في الشارع، لا، الناس كلها النهارده بتقول احنا عايزين قائد وزعيم يحمي الدوله وكون جربناه. انا بقول يعني انا مش عايز بس اكون متجاوز، عشان يعني الهيئه الوطنيه للانتخابات لسه ما اعلنتش وقدامها فتره قبل ما تعمل فرز وتعلن الانتخابات. انا بقول لسيادتك المصريين رهنوا على الرئيس قبل كده ودلوقتي وعايزين يكمل الطريق. فعلا النهارده كان في عرس ديمقراطي مش في مصر بس، يعني انا بقول لحضرتك ال 198 دوله الاعضاء في الامم المتحده كانوا متابعين انتخابات مصر، المحب واللي بيستهدف مصر والمعارض لمصر والمؤازر لمصر. ليه؟ لأن سيادة الرئيس خلال الفترة اللي فاتت كان ليه مواقف غيرت معادلات تاريخية غير مسبوقة. يعني دايما احنا كنا بنقول أمريكا وبريطانيا مرتبطين ارتباط وثيق لا يقبل للتجزئة في المواقف في التحركات في كل حاجة، ولكن التصويت الأخير اللي تم وشفنا أمريكا بتستخدم حق الفيتو، والأول مرة بريطانيا تعترض فقط أو تمتنع عن التصويت ولم تستخدم حق الفيتو، ده تغيير نتيجة للمواقف اللي بيتخذها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة مع القضية الفلسطينية، ومش القضية الفلسطينية فقط، القضايا الإقليمية كلها. شوف احنا حدودنا والقضايا الإقليمية والخطوط الحمراء اللي حطها سيادة الرئيس، سواء في ليبيا في البحر المتوسط في سيناء، واخد بال حضرتك. لا احنا النهارده يعني الحقيقه يعني يمكن احنا تعبنا كتير خلال الفتره اللي فاتت، وحضرتك اول الاعلاميين اتكلمتوا وكنت بتدافع من قلبك وبتقول لا الدوله المصريه بتعمل حاجات، في انجازات، في بنيه تحتيه، وفي مدن جديده، وفي تمكين للمراه وتمكين للشباب واخواتنا من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني الدوله المصريه اصبحت بشكل مختلف. ولكن كان هناك ايادي شر او بعض المستهدفين لمصر، ولكن النهارده بعد اللي حصل ده الثلاث ايام دول، ده رد ساحق على الجميع، بيقول للجميع لا، اقف عند حدكم، الشعب المصري واقف
في ظهر الرئيس. انا بقول لحضرتك احنا اذا كانت الجمعيه العموميه للشعب المصري 67 مليون، انا بقول لحضرتك ما اعرفش، بس انا توقعاتي احنا رايحين ل 70% ل 72%، قد يزيد قد يقل، ولكن انا توقعاتي كحساباتي كسياسي انا بقول لحضرتك احنا نبقى في المنطقه دي. طيب لان انا اللي انا شفته النهارده ما شفتوش في حياتي السياسيه وحياتي المهنيه يمكن من الثمانينات، والله العظيم وانا شاهد صدق لم ارى هذا المشهد من قبل، هذا الاحتشاد والحب والناس رايحه ورفع اعلام مصر وفرحانه واقفه قدام اللي جاهز، ويمكن الفرحه دي مضايقه بعض الناس اللي بره اللي هم كانوا مرهنين على ان الانتخابات دي هتبقى انتخابات ما فيهاش اقبال، ولكن ده كان رد ساحق عليهم. طيب زياده النائب، اولا عايز اشكرك جدا على مجاملتك الكبيره دايما ليا، يعني بجد يعني ببقى فخور جدا بيها، وانما انا عايز انتهز الفرصه لانه اللي حضرتك قلته دلوقتي ده هيخليني هطرح سؤال بثلاث زوايا. نتائج هذا المشهد الانتخابي، مش بس نتيجة الانتخابات واللي هتعلن عاجلا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن نتائج المشهد ده، مشهد الإقبال اللي حضرتك حللته بمنتهى منتهى الدقة بصراحة والامتياز، على الداخل بالنسبة للدولة، يعني نتائج ده للدولة المصرية في الداخل، نتائج ده للدولة المصرية في المحيط الإقليمي والمنطقة العربية، نتائج ده على المستوى الخارجي، أوروبا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة. خلينا نقول طبعا هو سؤال محترم جدا من زميل عزيز وإعلام القدير وبرضه نائب مهم جدا يا فندم، ربنا يخليكم. بعيدا عن الحب أنا بحبك أنت عارف، ولكن أنا عشان كده بقول كإعلامي مهني وكنائب شاطر. الله يخليك. فخليني أقول لحضرتك الثلاث زوايا للسؤال. أولا داخليا إحنا عندنا استقرار، مكملين في الاستقرار، واحد. اثنين، إحنا داخليا سيادة الرئيس دعا لحوار وطني من سنة ونص، الاحزاب كلها قعدت مع بعض ومنظمات المجتمع المدني قعدت مع بعض والشباب والاعلاميين والفنانين والرياضيين وكل فئات المجتمع. فهنستكمل المسيره في الحوار الوطني، وسياده الرئيس قال من الاول اللي انتوا هتتفقوا عليه انا هعمل التوصيات، سواء للمجالس النيابيه او مجلس النواب، مجلس الشيوخ، لدوله رئيس الوزراء، لايا كانت الجهه المعنيه. اولا نمرة اثنين هنستكمل ايضا تمكين الشباب والمرأة اللي كان بقالهم فترة كبيرة ما تمكنوش لا داخل المجالس النيابية. النهاردة المجالس النيابية في 25 سن و 25 و 26 و 27 موجودة في المجالس النيابية، بيمثلوا شريحة كبيرة من الشباب يمكن لغاية سن 45 سنة يتجاوز ال 150 200 نائب، ومجلس شيوخ من 35 برضه في عدد كبير جدا، ايضا نواب المحافظين والمحافظين، وهناك مرأة تعمل محافظ قضاء في ال في ال في ال في الخارجية، في الشرطة، في القوات المسلحة. ده تمكين برضه هيستمر، ده داخليا. على الوجه بقى الاقتصادي داخليا، وجود مؤسسات دولية زي مثلا صندوق النقد الدولي، مؤسسات دوليه معنيه زي الدول المانحه، الدول اللي عامله اتفاقيات مع مصر لاستكمال مسيره الاقتصاد والاستثمار، لما تشوف ان في شعب متماسك وبيخرج في ممارسه ديمقراطيه، معلش بقى خلينا نتكلم صراحه كده، لا احنا بتحقوق انسان. الناس بتطلع تقول كلمتها، بتختار رئيسها، محدش بيفرض عليها حد، وبالتالي هذه المؤسسات اذا كانت قبل كده بتقول لما نشوف الانتخابات هتعمل ايه، لا خلاص احنا بنختار النهارده رئيسنا بمنتهى الديمقراطيه، وبالتالي هيكون في تعاون مع استثمارات هتيجي لمصر داخليا، وبالتالي هيبقى في فرص عمل للشباب، هنقلل من البطاله، سعر الصرف اعتقد ان هو هيستقر خلال الفتره القادمه اذا ما كانش ينخفض، يعني السلع تتوافر في الاسواق، هيبقى في انفراجه حقيقيه، لان داخليا هيخلينا نروح للنقطه الثانيه اللي هي خارجيه. خارجيا بقى هيبتدي يتكلم في ان انا عايز اعمل دايما المستثمر او الدول اللي هي بتعمل استثمارات بتدور على الدول المستقره امنيا واقتصاديا وضريبيا، وبالتالي احنا عندنا المنظومه دي متوفره. وجود المنظومه دي هيعمل انفراجه حقيقيه لمصر، العجله تبتدي تدور، هتلاقي شركات، مستثمرين، رجال اعمال، دول
النهارده صندوق النقد الدولي بيبص لنا بصه ثانيه، النهارده المؤسسات الدوليه كلها بتبص لنا، تصنيف مصر هتلاقيه ابتدي يرتفع بشكل معين لان في ثبات امني، في خطوط حمراء حطتها الدوله المصريه في وجود قوات مسلحه وشرطه باسله، هيبقى في انفراجه حقيقيه استاذ يوسف هتاثر علينا وتخلينا نبتدي نحس ان الدوله المصريه بتكمل المسيره. برضو داخليا برضو احنا عندنا بعد اذن حضرتك ابتدينا في مشاريع او الخطه اللي احنا سميناها مصر 2030 التنميه المستدامه. احنا تقريبا كان المفروض 2030 هنكمل التنميه المستدامه، احنا النهارده يعني داخلين على 2024 فاضل 6 سنين على 2030 وتقريبا خلصنا منها 80%. ما فيش ما يمنع ان احنا خلال السنتين القادمين نخلص 2030 ونبتدي 2035 او 2040 اللي هي بقى برضه نكمل مسيره التنميه الاقتصاديه، نبتدي نبص كمان وده الملف اللي اعتقد ان هتتناوله الدوله الفتره القادمه، الصناعه والزراعه والتعليم والصحه، هيكون في اكثر نشاط خلال الفتره القادمه. يعني احنا عملنا كل حاجه، احنا عملنا للمصنع اللي عايز يجي مناخ صناعي كويس، سواء قوانين، بنيه تحتيه، مدن جديده، طرق، مواصلات، وسائل اتصال، امن وامان، ودي اهم حاجه ان دايما المستثمر بيحب يبقى امن طبعا في الدوله اللي هو موجود فيها. عندنا برضو مناخ اقتصادي وقانون استثمار، واحنا شفنا الرخصه الذهبيه وشفنا المناطق الجديده اللي بنملك الشركات اللي عايزه تيجي تستثمر في الخارج، ان النهارده يقدر يدخل فلوسه ويخرج فلوسه، فده هيأثر وده في نفسه هيعمل طفره لمصر. صحيح. خارجيا بقى اهل الشر اللي هم حاولوا يراهنوا كتير او اتكلموا كتير على ان مصر ما فيش فيها ممارسه ديمقراطيه، او مصر الانتخابات القادمه هتبقى نسبه التصويت فيها قليله، احنا يعني ما بعد اذن حضرتك ما حدش يقدر ينزل 40 45 مليون مواطن يعني عشان خاطري وكده، لا، النهارده كان في حاجه ايجابيه وامبارح واول امبارح موجوده وظاهره ايجابيه، او بمعنى اصح عدوى صحيه ايجابيه، الناس شايفه بعض بتفرح، الناس عماله تنزل تقول دي ممارسه ديمقراطيه، دي بدايه جديده، يعني حتى المواطنين ابتدوا يتكلموا مع بعض، طب ما احنا عايزين يبقى عندنا كمان مصانع اكتر وعندنا استثمارات اكتر واحنا ماشيين كويس، فهتاثر ايضا داخليا. ايضا في الامن القومي المصري او في العلاقات الدوليه المصريه. طبعا احنا يعني من فتره كبيره قلنا ورددنا ان ما فيش الدول اصبحت دلوقتي ما فيش حاجه اسمها علاقات صداقه ولكن اصبحت علاقات مصالح. خلينا نكون اكثر صراحه، التعامل الدوله المصريه مبني دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل الدول على ان مصر دي دوله هي الرائده في المنطقه، مصر الدوله اللي دائما بتمد ايدها بالسلام، مصر الدوله اللي هي بتحقق جار العلاقات، ودايما يعني انا باخد من سياده الرئيس دايما سياده الرئيس لا يتحدث ابدا الا بالحسنى عن اي دوله. صحيح. حتى لو هذه الدوله كانت يعني على خلاف مع مصر فتره من الفترات، انما عمره ما غلط او عمره ما اساء لاي دوله. وده ان دل فيدل على ان هو علاقاته الدوليه. ما ننساش برضو ان العلاقات الافريقيه خلال الفتره الماضيه، احنا ما كناش في افريقيا خالص، احنا كنا في يوم من الايام من الاتحاد الافريقي وكنا اضطربنا، رجعنا وترأسنا الاتحاد الافريقي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي واصبح لنا علاقات قويه في افريقيا. العلاقات العربيه ايضا قويه جدا، جميع القضايا الاقليميه، يعني يمكن انا في البرلمان العربي عايز اقول لحضرتك من 2014 ويمكن عضو في البرلمان العربي ونائب رئيس البرلمان العربي حاليا، كان دايما على اجندتنا في البرلمان العربي متابعه تطور الاحداث في ليبيا، متابعه تطور الاحداث في سوريا، متابعه تطور الاحداث في السودان، متابعه تطور الاحداث في اليمن، متابعه تطور الاحداث والقضيه الفلسطينيه. ده ليه؟ لان كان للاسف يعني اخواننا او اهالينا من الدول العربيه كان الحقيقه حصل عندهم احداث مؤسفه ادت الى الخلل الامني، والخلل الامني ادى الى عدم وجود مؤسسات قويه. احنا النهارده عندنا مؤسسات قويه، حد ينكر ان احنا النهارده حتى الاعلام اللي فتره من الفترات كان راح في حته رجع النهارده، ومعلش انا لما صحيح اتكلم في الاعلام النهارده مش هكون مكسوف لما اقول ان الاعلام المصري كان تراجع بشكل رهيب، والنهارده الاعلام المصري بصراحه في سقف حريه كبير جدا،
وانا النهارده انا بتكلم مع حضرتك هو بنتقد وبقول يعني ما حدش بيقول لي قول ايه او ما تقولش ايه او ما حدش بيحكر على رايي. صحيح. بالاضافه ان احنا عندنا النهارده شركه زي الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه الحقيقه بتأدي دور مهم جدا جدا. يعني الدور ده دايما انا بقول يعني كنت دايما اقول ان مصر بطبيعتها هي الملهم والشعب المصري هو الملهم والمعلم. مصر دايما كنا بنقول القوى الناعمه، القوى الناعمه في الاعلام، في الطرب، في الفن، حتى في الصناعه، ميد ان ايجيبت دي او صنع في مصر، هي دي القوى الناعمه اللي كانت بتروح في كل حته. صح 100% 100%. انا عايز اشكرك جدا 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 سياده النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب.